انت اللي فقرتنا التالية. محطتنا على الأخيرة ليا لليوم مع العمل التطوعي ومشروع أثر التنموي يلي جسد مفهوم التطوع بعدة خطوات. طبعا حكايتهم من حجز مكان لهم على جرعة العمل الإنساني بسوريا طبعا اللي كان له طبعا ازداد وتيرته مؤخرا. أثر التنموي يلي توجهت بوصلة العمل لديهم نحو الشباب السوري والأطفال رح تسلط الضوء على أبرز الأنشطة مع ميسم حصرية أخصائية ذوي احتياجات خاصة. صباح الخير صباح ميسم. النور. وعقاب نصر الحلبي مدير مشروع أثر التنموي، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يعني صباح الخير. عقاب، خلينا ناخذ لمحة عن مشروع أثر التنموي. مشروع أثر التنموي انطلق بتقريبا صار له 6 شهور على الأرض عم يشتغل بشكل فعلي. كان توجهه بشكل عام لعدة شرائح، كافة شرائح المجتمع، ما تخصصنا بمكان معين، بس التركيز الأهم هو على الطفل السوري اللي عانى خلال هاي الفترة الماضية. حاولنا نحن نعالج شو المشاكل اللي ممكن تكون عنده او تعديل سلوك يكون عنده لهذا الطفل، نعالج له هي المشكله عن طريق نشاطات اللي بيقوم فيها المشروع، عن طريق نشاطات الدعم النفسي او نشاطات تنمويه ترفيهيه، بحيث تكون نشاطات هادفه يقدر الطفل ياخذ منها عبره، يستفاد منها، تعدل عنده شيء هو ناقص عنده. نعم ميسم، حضرتك أخصائية ذوي احتياجات خاصة، خلينا نحكي اليوم ومن يمكن بالظروف الصعبة اللي مرقت فيها البلد شوي هيك، يعني ما أهمل هذا الوضع تبع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن هيك شوي ابتعدنا عن الاهتمام فيهم نتيجة الظروف الصعبة اللي مرقت فيها سوريا. ردة الفعل كيف هلا يمكن أصعب رح تكون يمكن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة؟ صح؟ أكيد بمكان ما، بس لطالما نحن بمشروع أثر التنموي على طول بنقول إنه شباب سوريا بخير، فنحن أكيد لسه يعني لسه عنا بالعكس طاقة بتكون أكبر، لأنه فعلا هن أبناء هي الأرض، أبناء السلام، فبالعكس طاقتنا أبدا ما يعني ما قلت، طاقتنا هي كبرت أكتر، لمتنا حول بعضنا نحن الشباب، كل واحد في عنده مكان معين بيقدر يعطي فيه من قلبه، فأكيد إن شاء الله طاقتنا أكيد كبيرة. بالنسبة لردات الفعل أحيانا بتكون مفاجئة لدى بعض الأشخاص، بس لا نحن بنقول كان في جانب ايجابي في بعض المناطق اللي كانت عندنا مثل دير الزور والمناطق البعيده شوي على الحدود، ما كان في عندهم درايه بذوي الاحتياجات الخاصه، يعني مثلا مثل التوحد ما كان مرض معروف عند الاطباء العصبيه هناك، فبالعكس خلينا نقول انه كان في شيء ايجابي وقت تجمعت الناس هون كعاصمه بدمشق او باماكن ثانيه، فنحن كمبادرات وعينا بالعكس صرنا نعرف شو هذا المرض وانه هو هذا ابدا ما نوع اعاقه. نعم. عقاب، اسم المشروع هو اثر التنموي، يعني بده يترك اثر كبير، هل عم تتوجهوا لفئه الاطفال فقط ولا لا توجهتوا لشريحه الشباب ايضا عبر مبادرات؟ اذا بتخبرنا عنه. هلا اليوم توجهنا للاطفال كون الطفل هو نبض المستقبل، يعني هذا الشيء نحن اللي كنا لنا تركيز عليه، لكن انه توجهنا فقط نحو شريحه الاطفال لا. في عنا توجه لشريحة الشباب عن طريق مبادرات تنموية، دورات تأهيلية لدخولهم لسوق العمل خصوصا خريجين والجامعيين، هي بس يتخرج الطالب الجامعي اليوم عم بيكون عنده نقطة ضعف مكان معين هو خبرة، عن طريق علاقات المشروع عم نحاول نشبك بين عدة جهات مع هي مع الطالب او مع الخريج لحتى يستمر بعمله لو بشكل تطوعي اول فتره او بشكل تدريبي لفتره معينه حتى يقدر يستمر يكون عنده هاي الخبره بيقدر ياخذها يستمر فيها. على هذا الاساس عم نشتغل اليوم، رح ننطلق بمبادرتنا اللي هي ابناء الحياه، بعنوان ابناء الحياه رح تكون موجهه لشريحتين، للشباب السوري وللطفل. للشباب حيكون عن طريق طبعا المبادره موجهه لذوي الاحتياجات الخاصه بشكل خاص تماما. في هون رح تبلش المبادره بدورات تدريبيه، ورشات توعيه، ورشات عمل لكيفيه التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه بعده انواع، خلينا نقول يعني مثل لازم تداون للصعوبات للتوحد لعده انواع. من هي المبادره او من هي الورشات رح ينطلق من الجانب النظري للتطبيق على ارض الواقع على الجانب العملي، رح يكون هي الشباب بزيارات لهي الاماكن او لهي المراكز اللي بتحتوي اطفال احتياجات خاصه لطريقه التعامل معهم ليلامسوهم عن قرب، يطبقوه بشكل عملي طبعا بشكل دائم باشراف مدام ميسم حصريه كونها هي الاخصائيه، حيكون في تعامل دائم واطلاع على هي العمل كيف عم تصير. نعم. خطه العمل. نعم.
ست ميسم، خلينا نحكي كمان انه مو بس اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بدهم يمكن دعم، ولكن أكيد. الاهل والجو المحيط فيهم كمان بده دعم، بده تثقيف اكثر للمعامله مع ذوي الاحتياجات الخاصه. خلينا نحكي يمكن عن طرق او عم تفكروا بمبادرات او دورات للاهالي او للجو المحيط فيهم. هلا نحن بالمبادره الجاي اللي هي ابناء الحياه، حاولنا قدر الامكان نعمل خريطه تنظيميه للشرائح بشكل عام. فكانت نحن المبادره هي قدمناها لشرائح مثل ما خبركم الاستاذ عقاب، لشرائح متعدده بالمجتمع. كان هدفنا من شريحه الاهل ان نحن نقدم دورات ورشات عمل مجانيه، او ممكن نقدم ورشات عمل بتتعلق باساليب التعامل مع هدول الاطفال، كيف ممكن نعرف هذا الطفل اذا كان ماشي بالشارع، كيف ممكن نتعامل معه، كيف ممكن تكون ردود افعالنا بحال شفنا. ما بننسى انه هن اطفال اداء عالي وذكاء مجتمعي او اجتماعي عاطفي، فاي شيء ممكن ياثر فيهم. بالاتجاه الثاني، او فينا نقول بالاتجاه التنظيم الثاني، كنا عم نتوجه لهدول الاطفال بغض النظر نحن منوصل بمرحله معينه لدمج هذا الطفل. فنحن بالمكان اللي بنكون فيه انه نحن ضامنين انه طفلنا اندمج، بنكون بمكان معين خايفين من رده فعل الاطفال الطبيعيين اتجاههم. فنحن عم نحاول نعمل مبادرات ان شاء الله رح تكون بعد هلا رح ننطلق فيها لدمج هدول الاطفال مع بعض، لحتى نقول لهم انه انتم اطفال وهن اطفال، لحتى نثقف وجهه نظر المجتمع من هي الناحيه، من تخوف الاهالي من دمج طفلهم الطبيعي مع طفل ذوي احتياجات خاصه. فان شاء الله مع فريقنا الحلو، مع استاذ عقاب ومشروعنا الحلو، مشروع اثر التنموي، رح يكون في كثير شغلات حلوه نقدمها لقدام ان شاء الله يا رب. عقاب، الانشطه الحاليه اللي عم تشتغل عليها، بكلمه اخيره شو بتحب تقول عنها؟ هلا الانشطه كل مكان عم نكون فيه له بزياره، عم نقوم له بزياره، عم بيكون في شيء ناسب الانشطه اللي يعني تناسب هي الاطفال او هي الشريحه اللي نحن عم نتعامل معها. ما بيكون بشكل عشوائي، ما بيكون اختياره بشكل عشوائي، عم بيكون اختياره بشكل كثير واضح، كثير محدد. حتى الانشطه الحركيه او الانشطه، في انشطه مائيه عم نقوم فيها حسب بتناسب المكان، الطبيعه الجسديه اللي بيقدر يتعامل فيها الطفل. يعني مثلا في كان لنا زياره لمشفى اطفال السرطان، الانشطه كثير بتكون منتقاه بتشاور مع المشرف، مع المدرب اللي يكون مسؤول عن هذا المكان. فكتير بيكون في خلينا نقول دقه بانتقاء اي نشاط بدنا نقوم فيه او اي تمرين، بحيث يكون في فائده وبحيث ما يعود بالنفع على الطفل، ما يعود بضرر. نعم، لكن عقاب وميسم نحن كثير بدنا نتشكركم وموفقين بمبادرتكم الحلوه. شكرا كثير لكم، والله يقويكم، واكيد مجهود شبابي بنفتخر فيه. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه، على طول عم تواكبوا العمل يعني التطوعي بالشام. شكرا كثير الاخباريه، يعطيكم العافيه. شكرا لوجودكم معنا، وان شاء الله يكون لمشروعكم له اثر ايجابي وتنموي على كل الشرائح اللي عم تشتغلوا عليها. اكيد. شكرا لوجودكم معنا. شكرا كثير. لطالما